السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بينج في حاجه جواه اسمها ايمج كريتور، ده بيقدر يحول لي البرومت لصور. في مواقع كتير بيعمل الموضوع دوت، لكن الميزه اللي انا لقيتها في بينج ان انت تقدر تديله كلمه وهو يبدا ان هو ياخد نفس الكلام ويحطها في شكل حلو. بمعنى انا قلت له ايه، انا عايزك تعمل لي 3 دي رياليستيك ليتر اوف ايجيبت كابيتال، او بدل ايجيبت ممكن تخليها كايرو، او ممكن تخليها لبنان، وتاخد اول حرف مثلا حرف الاي، ويبدا ان هو يحط لك حرف الاي اهوت، ويحط لك معاها العلم. دي اقتراحات كتيره موجوده اهيت، وبيحطها على شكل مباني. تعال نعمل واحده جديده. لاحظ ان انا اديته الامر اكتر مره، في كل مره بيديني حاجه مختلفه. يعني هي مش بيدور على النت على صوره ثابته ويجيبها لك، لا هو بيبدا يكون لك حاجه بشكل كويس. اهو ما خدش ثواني وبدا يطلع لي حاجه بالشكل دوت. تمام، حرف الاي اهوت. طبعا المهندس الانشائي لو طلب منه حاجه زي كده يعمل لنا مشكله. اهو هنا مثلا قلت له اكتب لي كلمه ايجيبت كلها، فكتب كلمه ايجيبت بالشكل دوت، وحط العلم، وحط لون العلم برضو موجود على المباني، وهنا برضو، وهنا هنا اديته جمله كامله وكتبها لي بالشكل ده، Sustainable Architecture Engineering بالشكل دوت. هنا قلت له تخيل زوحة حديد هتعمل مبنى، هتعمله ازاي؟ فراح عمل لي تصاميم ينفع يكون من تصاميم زوحة حديد. طيب هنا اهو عملها باكتر من شكل. بص انا قلت له ايه، انا عايز Amazing Architecture Logo ذات سي، واديته كلمة، واديته بقى قلت له 3D Render وبوستر و 3D Render Fission، وبدأ هو يعمل هنا. يعتبر هو ده اكتر موقع لقيته بياخد التكست او النصوص ويبدا يعملها بالشكل دوت. معاه موقع تاني برضو لكن بينج صراحة كان افضل، اللي هو دوت ايديوجرام. تمام، بدا يحط لي بالشكل دوت. تمام، لكن ده في كلمات كتيره فاتت منه، يعني لو قعدت تمشي وراه هتلاقي في كلمات كتيره ضربت. طيب خلينا ننزل كده شويه. فهو موقع ممتاز، تقدر تديله اي جمله وهو يبدا ان هو ياخد الجمله دي ويكتبها لك. ممكن كل واحد يكتب البلد بتاعته، سواء مثلا قطر، الامارات، ليبيا، اي دوله، تبدا ان انت تقول له انا عايز اول حرف يتحط في شكل مباني مقترح. تمام، فهو بيعمل شويه تصميم كويسه. هنا طلبت منه فيلا لمهندس معماري، فراح عاملها لي بالشكل دوت. تمام، طبعا هنا معماري الانشاء هو اللي اتعقد. طب قلت له خلاص عشان المهندسين الانشائيين ما يزعلوش اعمل لي فيلا لمهندس انشائي، فعمل لي فيلا بالشكل دوت. طيب قلت له عايز حاجة لدكتور اسنان، فعمل لي الفيلا بالشكل دوت، الدكتور سنان. انا كل اللي كتبت له قلت له فيلا لدكتور سنان بس. لاحظ ان انا ممكن اقول له خلي كل حاجة مثلا على شكل اسنان او او او، لكن انا ما اضطرش غير ان انا اقول له بس تصميم فيلا لدكتور اسنان. فراح عملها له كده وكتب له دكتور اسنان وظبطه، وعمل له الحاجة على شكل ضرس اهو، وعمل له حمام سباحة فوق وحمام سباحة تحت، وظبطه يعني ما شاء الله.